يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء الأجازات والصيف والأماكن الحلوة، يا مساء الراحة النفسية والبحر والمية والشمس والرملة. الله، أنا بتكلم على الأجازة النهاردة. يا مساء الخير عليكم كل مشاهدينا. النهاردة هنتكلم على الناس اللي بتشتكي وبتقول إن الدنيا غالية وأنا معيش فلوس إن أنا أسافر، معرفش أقعد أسبوع فين و15 يوم فين. تعرفين زمان المصيف؟ المصيف ما كانش غير ما يبقاش مصيف غير ويبقى 15 يوم، وكان في ناس جيراننا زمان وانا صغيره المصيف بتاعهم كان الصيف كله، يعني يطلعوا من اول شهر 7 ما ينزلوش غير على المدارس، كانوا بينزلوا قبل المدارس باسبوع عشان يجيبوا الكتب ولبس المدرسه. لكن احنا مثلا انا كان والدي كان المصيف يعني شهر من 7 ل8، يعني كل بيت مصري له طقوس في الاجازات مع الدنيا وسرعة الدنيا والشغل الكتير، فبقى المصيف لا كده كتير ما يقلش عن 15 يوم. لا، في ناس كمان ما بيبقاش عندها حتى الإمكانيات إنها تروح مصيف 15 يوم ولا شهر ولا ولا. أوكي، النهاردة بقى إحنا معاكم قلبا وقالبا. النهاردة أنا عايزة أطمن كل الناس اللي نفسها تاخد أجازة، لأن ده على فكرة حق مشروع جدا، إن أنا أرتاح أخد أجازة شوية، أفصل عن العمارة وعن جيراني وعن الشارع وعن شغلي وعن زمايلي وعن كل الوش اللي في حياتي. النهاردة هنقول لك أماكن اللي هي بقى إيه أجازة اليوم الواحد، يعني اللي هتكلف نفسك سفر ولا هتكلف نفسك أسبوع ولا 10 أيام ولا 15 يوم، الناس اللي بتقول إمكانياتي مش هقدر أسافر كل الفترة ديت، الناس اللي بتقول أنا عندي شغل طول الوقت وما أقدرش أسيب شغلي فترة طويلة، يا ما نفسي أروح يوم كده أفصل. شوفوا بقى إيه، يا ما نفسي اروح يوم وافصل. احنا النهارده معاك عشان هتروح اليوم ده وتفصل. هنتكلم النهارده عن اجازات اليوم الواحد. هو فعلا يا ايمان في يعني ايه اجازه اليوم الواحد؟ في اجازات اليوم الواحد عندنا اماكن كتير جدا في مصر، لو تعرفوها هتقولوا ايه ده، هي ايه البلد دي اللي ملهاش كتالوج؟ البلد دي فيها كم اماكن سياحيه العالم، ها هم بقى اللي بيدفعوا فلوس قد كده ويجوا بطيران من آخر العالم، يقعدوا في الطيارة باليوم بالـ 24 ساعة وفلوس وطيران وتعب وجهد عشان يجوا كل ده يقعدوا عندنا في اليوم الواحد اللي احنا هنروحه ومفيش ساعة زمن. يعني نعرف إمكانيات بلدنا قد إيه السياحة في بلدنا. يعني مثلا العين السخنة، يعني أديكم مثال، يعني العين السخنة، يعني أنا مثلا لما ببقى تعبانه مش قادره اسافر مش قادره اسوق ما عنديش وقت عندي شغل فعايزه افصل يوم واحد، ممكن اروح العين السخنه. العين السخنه دي من الاماكن الجميله، يعني زمان كان بيقولوا عليها مشتى لكن دلوقتي هي مصيف ومشتى، هي طول السنه. العين السخنه هي يدوبك ساعه ساعه ونص تبقى جوه العين السخنه بكم الشواطئ ومحلات السمك والمناظر الطبيعيه والجبال، قمر. ممكن اسكندريه يدوبك برضو ساعتين مع الكباري والطفرة اللي حصلت في الطرق والكباري. لا ده يعني أنا أفتكر زمان كان باباي مثلا بيسوق على 60-70 لأن الطريق كان صعب وضلمة. لا الحمد لله دلوقتي إيه كباري تاخد الطريق متسفلة، إيه نور، إيه ما ساعتين زمن تبقى جوه اسكندرية وعلى كورنيش اسكندرية، ويا السلام بقى ريحة اليود وريحة البحر في اسكندرية. ده أنا عندي إدمان اسكندرية. أماكن كتير جدا النهاردة، اللي عايز ياخد أجازة اليوم الواحد يبقى معايا النهاردة في الحلقة، ما يسيبش الحلقة وما يفوتهاش.